تحية طيبة لكم مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامج حوار سبورت. حلقتنا لهذا اليوم ستكون تحت عنوان التزوير عمل يهدم البناء الصحيح. شاهدنا الكثير من الإنجازات التي حفلت بها الكرة العراقية على مستوى الفئات العمرية، ولطالما اقترنت نتائجها بالإنجازات من خلال عقود خلت، لكن الإنجازات تكاد تكون ضئيلة أو مختفية في الآونة الأخيرة على مستوى المنتخبات، يعني المستوى الأول لمنتخباتنا الوطنية في مختلف الرياضات وخصوصا على مستوى كرة القدم. مرد ذلك إلى أسباب كثيرة، من ضمنها غياب التخطيط وغياب التحضير الجيد للبطولات والحسابات الآنية التي يعتمد عليها الكثير من الكوادر التدريبية التي تفكر في الإنجاز على حساب قتل الأجيال الكروية. ضيفي في حلقة هذا اليوم واحد من الأسماء التي تعمل بصمت من أجل بناء موهبة كروية والبحث عنها وصقلها وجعلها في الطريق الصحيح، المدرب العراقي الكابتن محمد رسن، المدير أكاديمية بغداد للاعبين الموهوبين. أهلا وسهلا بك كابتن. أهلا وسهلا كابتن، وإن شاء الله ضيف عليكم وعلى القناة الرشيد، طبعا القناة المميزة إن شاء الله. حياك الله كابتن. كابتن، يعني التزوير عمل يقتل الأجيال الكروية كثيرا، أنتم كيف تعملون في أكاديمية بغداد؟ وحقيقة تفاجأت عندما سألت عن أكاديميتكم، كانت مكب للنفايات، المكان اللي تدربون به كان مكب للنفايات، الآن أصبح هناك ملعبين لكرة القدم وأكثر من 800 موهبة كروية، كيف وصلتم إلى هذا؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هذا الأمر أنا من كنت لاعب، طبعا لعبت عدة أندية، وطبعا كان حلمي يراودني بان اكون يعني واحد من المدربين اللي يخططون للفئات العمريه ومستقبل الرياضه العراقيه. طبعا كنت انا بجانب المرحوم الكابتن رحمه الله على روحه الكابتن عمو بابا، يعني استفدت منه طبعا الكثير، يعني علمني حروفا كره القدم، وكنت انا يعني كنت لاعبا، وكنت يعني اكون يعني ضمن تخطيط الفئات العمريه. طبعا هو الفئات العمريه اصعب شيء في كل الدوريات في العالم، طبعا هو يكون التخطيط بالفئات العمريه، يعني احنا من كنا يعني هذا الاكاديميه هي اول اكاديميه بغداد للاعبين الموهوبين، اول اكاديميه تعتبر في الرصافه في العراق، ما بعد عام 2003، من 2003 يعني انا كانت هي مدرسه، من بعد يعني جلبت الكابتن عمو بابا بزياره المدرسه، يعني تعتبر ثاني مدرسه بالعراق، تعتبر كانت مدرسة سلام، يعني حتى أنا جلبت يعني مدربين كبار بالمدينة، طبعا تعرف المدينة نفوسنا احنا 4 ملايين، يعني جلبت الكابتن كاظم فليح، كابتن رياض سالم، أحمد دحام، خليل ياسين، هاشم رويض، عباس عطية، يعني أكو أسماء ما صباح جمعة، يعني حتى يعني المرحوم عمو بابا قال الأسماء أقوى من الأسماء ما المدرسة، يعني فبقت المدرسة طبعا ملعب ترابي، وملعب كان ملعب للنفايات، بس طبعا هناك إرادة وأصرار وعدة طبعا تخطيط وعدة ثقة بالنفس، يعني الحمد لله، وعلاقات طبعا واسعة بالمجال الرياضي وخارج مجال الرياض، يعني بقت هذا الملعب طبعا هو يعني أكو مقالة دائما يرددها الأدباء والشعراء، يقول اهدم معتقلنا وسجنا وبني ملعبا لكرة القدم. نحن فلشنا طبعا سجنا وبنينا ملعبا لكرة القدم، بنينا ملعب من تراب إلى مقلع إلى نفايات إلى ملعبين للثيل الصناعة، طبعا طبعا بجهود المجلس البلدي وبجهود المحافظة، وطبعا اللي ساعدني اللي بهذا الملعب الأخ يعني وما يعني نخفيه مثل ما يقول مسعى الأخ يعني فهم العامري، نعم يعني طبعا نوجه تحية للأستاذ فهم العامري، يعني هذا الرجل هو اللي مثل ما يقول يعني طلعنا على هذا ذن الملعبين، وذن الملعبين طبعا هي يعني فتشي طبعا هو يعتبر بسيط الأبناء هذه المدينة، هذا الأبناء طبعا المدينة هي تدري يعني من أول ما ينشأ هو يعني يحب كرة القدم بالمحلات بالأزقة، نعم يعني بالفرق الشعبية. نعم، أنا أسأل هنا يعني أستاذ محمد، خليني أتوقف عند هذه النقطة، يعني في مدينة الصدر الكثير من الأحياء الفقيرة التي يزاول أبنائها لعبة كرة القدم على مستوى الأزقة والشوارع والحارات، أنتم هناك في مدرسة بغداد
كيف تستقطبون الموهبة؟ يعني هل عن طريق يعني المدربين يعملون في نفس الوقت كشافين، هو من يرى لاعبا ويأتي به إلى المدرسة، أم يعني في طريقة معينة توصلون بها للاعبين الموهوبين؟ لا، احنا خلال يعني هم اغلب المدربين من جينا للاكاديمي يعني. نعم، هم من ابناء المنطقه هناك، تعتبر من المدينه يعني، يعني متطوعين بدون راتب هم. نعم، يعني تدري هالاكاديمي ما تنتمي لا الوزاره ولا المؤسسه ولا تنتمي الحزب، يعني اكاديميه. يمكن هذا واحد من اثار نجاحها يعني. يعني اكاديميه طبعا تعتبر اهليه ضمن منظمات مجتمع مدني. نعم، يعني احنا كل الكوادر اللي جبناها طبعا يعني متطوعين بدون راتب يعني من 2000 وحتى 2015. يعني مرت مدربين كثيرين على هاي الاكاديميه، بس حبهم للاطفال للفئات العمريه يعني اجوا يعني متطوعين للفئات العمريه. نعم، فهم عن طريقهم يعني وعن طريق يعني صار صدى كلش قوي هاي الاكاديميه. يعني اللاعبين هو تعرف احنا عندنا من قطاع واحد الى قطاع 79. نعم، يمكن يعني القطاعات كلها يعني هي قام تجي للاكاديميه، وهم قام يجيبون يعني ضمن الفرق الشعبيه وضمن يعني بالمساحات بالأزقة والشوارع ماتهم، يعني قام يجيبون اللاعبين للأكاديمية. نعم، طيب هل عمل الأكاديمية مقتصر على يعني مدينة الصدر على اعتبار أنه قريبة من مكان الأكاديمية، أم يعني لديكم لاعبين من خارج مدينة الصدر حاليا؟ لا، احنا هاي الأكاديمية يعني مو بس من مدينة الصدر، يعني للرصافة يعني عندنا لاعبين يجوا من البنوك، من شارع فلسطين، البلديات. يعني توسعتم في الرقعة الجغرافية اللي تعتمد. نعم، نعم، عليها. نعم، 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 تعتبر هي برصافة يعني هاي المناطق القريبة عليها، يعني يعني اللاعبين قام يجون بالأكاديمية يعني. يعني وحتى يعني هم ضمن اللاعبين هسه يعني انا اكو صور ب 2003 و4 هسه اغلب اللاعبين يلعبون بالانديه وبالمنتخبات. نعم، كابتن محمد يعني سبقتني الحديث عن هذا الموضوع، احد الاخوه الاعلاميين اعطاني معلومه مهمه جدا، قال الكثير من لاعبي الدوري العراقي والمنتخبات الوطنيه مروا عبر مدرسه بغداد لرعايه اللاعبين الموهوبين أكاديمية بغداد. سادة حسين طبعا ها طبعا فد أنا أعتبرها إذا أكو عين ما النفط وثروة بالعراق، أكو ثروة بالأكاديمية، أكو ثروة بالمدينة بالرصافة بالمواهب الكروية. بالمواهب الكروية. نعم، إحنا هاي ما طبعا أكو فشي الإعلام ما سلط على الأكاديمية ولا الفضائيات. نعم، يعني إحنا نشتغل خلف الكواليس. يعني خلف الكواليس نشتغل، فأغلب اللاعبين هم هسه بالأندية ويلعبون بالمنتخبات. اللي يلعب إذا حسب ذاك اليوم عندنا بالبراعم يلعبون في 7-8. نعم، إذا بالناشئين عندنا في 6 لاعبين يلعبون بالناشئين. نعم، ذاك اليوم بالمنتخب الشباب هسه عندنا 5 لاعبين. ذاك اليوم عندنا مثل بالأولمبي عندنا 2 لاعبين كلهم ويلعبون بالأندية من هاي الأكاديمية. نعم، بس الأضواء ما مسلطة على الأكاديمية. نعم، يعني يبدو أن يعني العمل بالصمت رغم ابتعاد الإعلام عنه، لكن ثماره أنتم تجنوها كمدربين لما تشاهدون الموهبة الكروية اللي عملت معاكم في يوم من الأيام في الفئات العمرية وهي تصل إلى مستوى المتقدمين وتلعب حتى بفانيلة المنتخب الوطني العراقي، وهذا بحد ذاته يعد إنجاز لكم قبل أن يسجل للاعب نفسه حقيقة. كابتن، يعني أنا أسألك، يعني بناء البراعم الكروية عملية شاقة ومتعبة، ويعني يقال باهظة الثمن، ليس بالجانب المادي، تحتاج للجهود، تحتاج للتركيز، تحتاج للمواكبة. كيف تعملون بتلك الإمكانيات البسيطة على بناء هذه المواهب ويعني تزويدها بمفاهيم كرة القدم؟ طبعا هو تدري يعني أصعب شيء هو دول الفئات العمرية، يعني مثل واحد خصوصا الصغيرة، يعني الصغيرة مثل واحد يدخل بالمدرسة الابتدائية وبالأول الابتدائي. نعم، من يلقى المدرس مالي يعني مثل ما يقول بالنحو الأحسن يعني ويستوعب الدرس مالي، يمكن هذا يقدر يعبر الثاني والثالث والرابع بالامتياز. نعم، طبعا هنا يعني بالظرف هذا يعني ظرف كل الصعب يعني بالفئات العمرية. نعم، يعني اختيار المدرب طبعا فشي هذا للاعب الصغير، يعني ممكن يكون لاعب مثل دولي، يمكن هذا يتأثر به من يكون لاعب مثل ما يقول يعني لاعب مثل كل سلوكاته جيدة. نعم، يتأثر به واسم كبير أيضا. اسم كبير يتأثر به، يعني طبعا أصعب شيء يعني وفي الطريق كله صعب بالنسبة للفئات العمرية. احنا اختيارنا بالفئات العمرية طبعا هو كل مواليدين مثل يعني هسه احنا عندنا مثلا نقول بالمنتخبات مثلا 2002 2003 2004 2005 2005 2006 2007 يعني كل مواليدين ويعني بفريق واحد. طبعا اختيار اللاعب هنا يعني احنا اكثر المدربين انا بقى يعني يعني حتى يمكن حتى حجم الكره يختلف على عمره، يعني لا يعطي مثل 5 غرام يمكن يعطي 4 غرام او يعطي 3 غرام. نعم، تدريبه غير تدريب او بالبراعم او بالناشين او بالشباب. طبعا اكيد الاحمال تختلف وما الى ذلك. يعني انت جاي هذا الطفل يمكن هو جاي اول شيء انت هو موهوب. يعني هي جاي رب العالمين يعني انا هو عنده فد موهبه. انت شلون تشغل هاي الموهبه مالته يعني انت تطورها خلال
يعني ضمن مثل ما اقول انت اللي الدراسه العلميه مالتك انت خلال خبرتك خلال الدورات التدريبيه خلال يعني جولاتك باوروبا، يعني هذا الطفل انا شاهد طبعا هو يعني يمكن هذا الطفل اللي عمره مثل صغير انت هو بهاي الفتره يمكن جاي للونسه وللمره، يعني اغلب المدربين ما قاعد يعني يعملون بهذا الشيء، يعني هو عندنا جال انتهت يعني ما قد قاومت مثل ما اقول خلال السنوات، يعني مثل ما اقول يمكن طريقه التعامل مع هذه الاجيال كان يعني شيء من الخطا، فبالتالي ماتت هذه الاجيال او انقرضت خلينا نقول. لا انا اعطيك الخطا 70% 70%، لان احنا عندنا البناء صعب التهديم عندنا طبعا سهل، عندنا هوايه اجيال تهدمت بناه كان طبعا مو بصوره صحيحه، يعني لو بصوره صحيحه لا احنا كان انا خلال هذه الفتره يعني خلال اقول خلال مسيرتي الرياضيه انا اقول العراق كل 4 سنوات يصعد كاس العالم، لان العراق موجود ما موجوده مواهب بالعالم كله، من انا اعتبر البرازيل والعراق الثاني. كابتن يعني بالمنتخبات الوطنيه نعاني كثيرا، يعني مثل ما تحدثت انا ببدايه الحلقه للمشاهدين الكرام انه اغلب الفرق العراقيه تراها موهوبه على مستوى الفئات العمريه، ما ان وصلت الى المنتخب الاول حتى تبدا بالتراجع. البعض يتحسس من الحديث عن هذا الموضوع، موضوعة التزوير التي استشرت كظاهرة في عالم الرياضة عموما وفي كرة القدم خصوصا، لكن يعول الكثيرين يعني الكثيرون يعولون على أن تكون مدارس المواهب رعاية المواهب الكروية، يعني مثل مدرستكم مدرسة السلام اللي في جانب الكرخ، المركز الوطني لرعاية البطل الأولمبي وما إلى ذلك، مركز تخصصي، مركز التخصصي أيضا نعم للكابتن بسام رؤوف على ما أعتقد أيضا، يعني نعول عليها كثيرا لبناء رياضة صحيحة وجيل كروي صحيح. كيف يمكن إحنا كإعلاميين كيف يمكن أن نخدمكم أنتم في هذه الأكاديميات؟ لأن حقيقة يعني من أسمع كلامك وأسمع كلام الأخوان أحس أنه حقكم مغبون أمام الإعلام. استاذ حسين طبعا هو كل المدارس يعني هسه انت يمكن 4 مدارس بس انا اكو مدارس طبعا مغبونه يعني وتشتغل، يمكن هسه اكو مدارس بالجنوب بالبصره وبالعماره وبالناصريه وبالكوت يعني كل المحافظات بيها مدارس، يعني انا شاهد طبعا الكابتن حسن موله المركز التخصصي يعني بمواهب يعني وشفت ملعب شفت لاعبين لهم مستقبل طبعا، بس دول ما حد يوصلهم طبعا ضايعين يعني مجرد هم بالبصره ويتمرنون بس ما حد واصلهم، ممكن اكو استحقاق لهم بالمنتخبات الوطنيه يكون هنا في بغداد طبعا طبعا هؤلاء اللاعبين هم اكو طبعا اكو يعني ظلم، اكو مثل ما اقول اكو فشي للمدرب ما قاعد مثل ما اقول يوصل للمسؤولين طبعا، هو هاي اللي هسه حضرتك اللي مركز سلام او مركز الكاتب بسام طبعا دول يعني موجودين مواهب والتزوير يعني مثل ما يقول لا هسه التزوير قل يعني خلال السنه وسنتين مو مثل قبل 5 سنوات او 7 سنوات يعني لان يمكن اكو فد لجنه بالاتحاد عن طريق وزاره الشباب والرياضه وطبعا اوجه تحيتي للكابتن محمد علوان طبعا هذا اخي وصديقي، يعني هذا يمكن قضى على التزوير اقول لك فد 80% او 75% يعني احنا اكو ناس اخذت حق ناس بالتزوير طبعا. نعم هذا اللي انا ردت اوصل لك كابتن. يعني بعض الاجيال باستخدام الظاهره الخاطئه ظاهره التزوير يتحدث عنها الكثير من الاعلاميين نشخصها، ولكن ما ان شخصها احدهم حتى اتهم باللاوطنيه وما الى غير ذلك. نحن لا نريد ان نشخص الهدف لمجرد ان نريد ان نشخص خطا، نحن نريد ان نضع النقاط على الحروف كما يقال. هناك ناس تعمل بصمت كما تعملون انتم في اكاديميتكم وباقي الاكاديميات وتنتج موهبه رياضيه تستحق ان تمثل المنتخبات في الفئات العمريه بسنيها، يعني بوقتها الحقيقي بعمرها الحقيقي. لا نلجا الى ظاهره التزوير، يعني في احد نجوم الكره العراقيين يعني هو لا يقبل ان اذكر اسمه حقيقه، قال لي في سنه من السنوات لعبنا ونحن ذاهبون بمستوى ناشئين، لعبنا مع ناشئين نحن يعني بمجرد ان نزلنا الى الساحه ساحه اللعب عرفنا اننا اكبر منهم عمرا، انتهت المباراه بفوزنا ومدربهم يضحك، وعندما سئل قال نحن من استفدنا، لعبنا بلاعبين حقيقيين مع لاعبين اكبر منا سنا. لا نريد ان تقال علينا في المستقبل مثل هذا الكلام، احنا نريد يكون لاعبنا بعمره الحقيقي، لا نعتمد على هذه الظاهره الخاطئه ظاهره التزوير. كيف تفعل هذه الاكاديميات بحيث يكون لها حظوه كبيره في منتخباتنا الوطنيه ويعتمد عليها؟
استاذ حسين طبعا يعني انا اهم كنت منتظرك في هذا السؤال. يعني طبعا انا كنت في دوره في بالسويد 2005. نعم. يعني وفي جانبي المرحوم عمو بابا. نعم. كان المحاضر طبعا هو سويدي. يعني قلت له احنا بالعراق طبعا شنو انا كنت مدرب بشباب الطلبه. نعم. قلت له احنا كنا يعني انا ادرب يعني مواليد كان بها بوقت 88. نعم. احنا عندنا بالعراق يلعبون 87 86 85. انتم بالسويد اذا لاعب مثل ابو 88 لعب وياه ابو 87 يقول احنا لاعب ابو 87 اذا لاعب عندنا وي 88 كنا مسوي انقلاب على الحكومه السويديه. يعني احنا هنا يعني عكس الحاله اللي هم باوروبا. او بده هسه احنا ما نعبر على الدول العربيه. يعني اغلب اللاعبين يعني هم اخذوا حق لاعبين يعني بالطريقه الغير الرسميه وغير الشرعيه. نعم. وغير الشرعيه ممكن انا اجيب لك يعني واحنا ناس طبعا يعني ما نخاف الا من رب العالمين اللي خلقنا. يعني يمكن اكو لاعبين يلعبون باسمه مثل باسم اخوه يجيب لاعب يلعب باسم ابن عمه يعني. وحتى طبعا هو الاتحاد يعني مجبور يعني يعني ناس سووا دوره هو كذا كان سوى الدوري دوري فئات عمريه هسه بدا الدوري الناشئين ودوري الشباب يعني ودوري يعني عامل. بس في مشاكل بالتزوير في موضوع الاعمار الحقيقيه وغير الحقيقيه. يعني هو بي 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 بالتزوير يعني مثلا يعني بالتزوير واكو اعتراضات يعني من الانديه يعني فاعتراضات كبيره. يعني الاتحاد يعني مثل ما يقول يعني فد ظل حيرة بين أمرين يعني هل يسوي دوري هل ما يسوي دوري. يعني تدري أنت أكو نقطة كلش مهمة أنا هذا حتى من طلعات إلى أوروبا أو الدول العربية. يعني كل ما يصبح أمان دولة مستقرة كل شيء يصبح بها أمان. إحنا أمان ما عندنا بوضعنا بالوضع. فشوف الدور مالنا خصوصا بالفئات العمرية يعني ما أقول لك يمكن العام كان نسبة يمكن فت 60 أو أسلاء صار 70 أو 80 بالنسبة للفئات العمرية. طيب أنا أسأل كابتن يعني اللاعب البراعم لاعب في سن البراعم يعني هو أمام مرحلة أخرى ينتقل إلى الأشبال ومن ثم الناشئين والشباب ويتدرج إلى الفريق الأول. عمل أكاديميتكم أين يبدأ وأين ينتهي بالنسبة للأعمار؟ من أي عمر يبدأ ومن أي عمر ينتهي؟ يعني إحنا نبدأ من عمر 8 سنوات يعني من 8 طيب. نعم. 10 من 10 الى 12 من 12 الى 14 يعني طبعا هذا يبقى يعني فت 6 سنوات 7 سنوات طبعا. وهذه كافيه لاعطاء كل مفاهيم كره القدم اساسياتها. نعم احنا كل عمر يعني مثل عمرين مدرب مساعد مدرب يعني يعطيه مبادئ مثل كره القدم يعني. وكل شهر نشوف التقارير عن هذا اللاعب هل يعني بالمرحله يعني وصل لي مثل ما يقول جيد تدريبه جيد مثل هل قاعد يتطور ما يتطور. احنا هاي الاكاديمي يعني نجلب بس اللاعب الموهوب بس الموهوب يعني اللاعب الموهوب. شوف هو مرت عليه لاعبين بس ابتعدوا من عن الاكاديميه بقينا بس اللاعب الموهوب. شوف اللاعب قام يعني يتنقل بالمراحل بالبراعم للاشبال من الاشبال للناشئين من الناشئين للشباب. احنا بالنسبه للشباب ما عندنا يعني عندنا مثل ما اقول هسه حتى دخلنا ببطوله فرنسا دخلنا بالناشئين يعني. فهاي المرحلتين هو اللي قاعد مثل ما يقول اللاعب قاعد احنا يعني شوف اتطور وقاعد يلعب مثل ما يقول بالاكاديميات او بالانديه. نعم كابتن موضوع اخر دائما يعني نسال عنه ونحن نسالكم بالتالي. اللاعب الموهوب يأتي للمدرسة الكروية أكيد هذا اللاعب هو طالب مدرسة. كيف يمكن أن يوفق اللاعب وهو طالب مدرسة بين دراسته وبين يعني المجيء إلى الأكاديمية؟ طبعا أنا كل وأنتم كيف تتعاملون مع كمدربين؟ أنا كل يعني بالأكاديمية عملت وايد طبعا فد أمر خلال دراسات يعني مو من دراسات يعني جلبت مثل لاعبين دوليين جلبت مثل علاء كاظم جلبت حبيب جعفر نشأة أكرم جلبت مهدي كاظم يعني حيدر جبار يعني خليتهم حتى يعني ويل اللاعبين على مود هذا الطفل يتأثر بهذا اللاعب الدولي يعني. نعم. ودائما طبعا من قبل ما نبدأ بالتدريب عندما طبعا محاضرات يعني اللاعب أغلب اللاعبين كانوا يعني بعيدين عن الدراسة حتى مبطلين من الدراسة. يعني أنا أريد أقول لهم اللاعب أريد اللاعب باشر يلعب منتخب يكون مهندس دكتور أو محامي أو يعني ماخذ الشهادة العليا. ما أريد يعني حتى يعني مرة من المرات زيارة كان وزير الداخلي يعني تحيات الأستاذ جواد البالوني. يعني هو طبعا جبت لعبة مع الرواد قبل ما يعني كانت لعبة مع يعني بطوله مال اكاديميه نهائي. فيعني كان هو ضمن البرنامج قلت له هذا وزير هو يعتبر من المدينه وصار وزير داخليه وكان يوفق بين الرياضه وبين الدراسه عافر الرياضه اتجه للدراسه. طيب. وصار وزير داخلي. فاحنا اغلب اللاعبين قاعد ندعمهم ونقول لهم مشروعنا رياضي تربوي
إنساني. هذا اللي أريد أوصل له أنا كابتن، كيف يمكن أن نوفق بين عملكم في الأكاديمية أن يكون المشروع تربوياً رياضياً إنسانياً، أو قبل ذلك إنسانياً تربوياً رياضياً؟ نعم، هو هذا الأمر طبعاً دائماً إحنا يعني قلت لك يعني إحنا هواي أثرنا بالشارع، يعني ألتقي بآباء يعني بأخوتهم، يعني ما هي انطباعاتهم عن يعني يقولوا لي أنت بسويتوا يعني تدري إحنا يعني قلت لك هذا المشروع ما إنه هو نقاط ثلاثة، قلت لك رياضة تربية وأخلاق إنسان، يعني قاعد نأثر بيه إحنا يعني حتى بعائلته أثرنا. يعني أنا أقول له ساعد تروح للدراسة، يعني طبعاً أنت أدرس بالبيت، اختار لك الشاطر بالمدرسة، بالإنترنت اختار المواضيع، عوف مثل الشغلات يعني الشيء اللي يفيدك. يعني احنا كلها يعني عملنا عليها بامور يعني احنا بسيطه، احنا تمنينك مثل عندنا قاعات مثل عندنا افلام نعرضها قبل ما يعني نبدا بالتمرين، مباريات عالميه، الوحدات التدريبيه، الوحدات التدريبيه يعني حتى يعني هواي عندنا، كان عندنا ببالنا فت مشاريع بس ما عندنا امكانيه، يعني امكانيه ما عندنا، وعندنا امكانيه لا انا اقدر كلها اسويها، واللاعب قدر المستطاع يعني صار فت عنده قفزه نوعيه بالدراسه مالته، يعني حتى الاباء قام يجي يقول لهم سويتوا يعني ذول اولادنا يعني بالدراسه صار جيد باخلاقيته بسلوك اخلاقيته وطفل طبعا يعني وهذا والاعمار هذه خطيره حقيقه، وهذا يعني هذا حتى بالشارع يعني اللي اختاري مثل ما اقول ساعد جيرانك ساعد ابوك ساعد امك يعني فاختار، واحنا طبعا اكو فد امر يعني هذا امر يمكن هذا الشارع يحكي بيه مو انا احكي بيه، ان احنا جد اغلب الانديه هسه جد تمرنا ياخذ يعني عقود خياليه 300 و400 مليون و500 يمرنا المدرب ساعتين ثلاثه تلقاه باللي يمكن جايب لنا نارجيله، وشوف يعني هاي النارجيله طبعا هي قاتل دمر حياه الرياضي دمر، نعم. شوف ايش قد المدرب مرنا احنا كل هاي نبتعد عن الطفل هذا، هاي الحالات بالنسبه للنارجيله طبعا هي هذا امر خطر طبعا، شوف هسه كل الشباب هم متجهين هذا الامر مال خصوصا الاعمار اللي تحدثت عنها اللي هي تشابه الاعمار للطلاب اللي عندكم، وهذه ايضا نقطه مهمه كابتن محمد. أنا اسال دخلت الكثير من البطولات منذ ان اسستم هذه الاكاديميه ولحد الان، هل من مواقف تتذكرها من خلال هذه البطولات اللي شاركتوا بها؟ والله طبعا احنا اول اكاديميه بالعراق من 2003 لحد 2015 يعني حتى اكو انديه عندها اموال عندها مليارات وقاعد يقولوا شلون يروحون، يعني كابتن محمد رسن شلون يروح للسويد، يروح للفرنسا، للدنمارك، لهولندا، للتشيك، يعني هاي شلون هو يعني. وانتم مجرد منظمه مجتمع مدني، منظمه مجتمع مدني بس اكو طبعا اكو علاقات واكو صدق امام الله واكو صدق من الانسان اللي يدز لنا الدعوه طبعا، لان هدفنا اول شيء بلدنا يعني، والنقطة الثانية الرياضة العراقية، يعني مو هدفنا مثل كثير من الناس يتمون مثل بالمال ايش قد استفاد الكابتن فلان او اهله، لا احنا بعيدين عليه، لان انا اقول اجيب سمعة البلد، يعني انا في اليوم بالسويد بطولة غوتا يعني بالسبتايتل وبالصحف يقول اذا اردت تتعلم كرة القدم فتعلمنا اكاديمية اللاعبين الموهوبين في مدينة الصدر طبعا، وجونا هولندا والمانيا وفرنسا والتشيك جو على رقم 13 و9 و11 و12 قالوا وجو الامارات رادوا وقالوا هنا ناخذهم دول اللاعبين من نوقعهم يعني، وانا توقعت دول ثلاث ارباع يعني دول اللاعبين كانوا يلعبون بالمنتخبات الوطنية، وهسه من ضمنهم يلعبون حوالي ثلاثة من المنتخب الناشئين يعني. فهذا الامر طبعا هو انا يعني من 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 قوم به اول شيء بلدنا، يعني حبنا لبلدنا وحبنا للرياضه رياضتنا طبعا، ونعمل بالشيء الصحيح مو بالشيء الخاطئ يعني. نعم. انا كابتن ايضا يعني امور كثيره حقيقه بودي اسالك عنها، كيفيه ادامه العمل، الديمومه اللي تستمر عليها الاكاديميه، هل يعني دخل الياس الكسل لا سمح الله في يوم من الايام الى نفوسكم رغم ما يمر به الظروف يعني البلد من ظروف ويعني واحداث؟ طبعا هو لان هو اكيد ينعكس عليكم حالكم حال بقيت يعني انا ما اقدر اقول لك قد عندنا، انا ما ارد يعني باللقاء يمكن اذا اقول لك هسه عندنا 40 شهيد بالاكاديميه تقول هذه بالغه. طبعا عندنا بجسر الهم، عندنا ذاك اليوم بتفجير مساعة الحمزة، عندنا قبل فترة استشهدوا لاعبين، عندنا من ضمنهم طبعا مهدي عبد الزهر هذا بالأكاديمية، أحد خريجين الأكاديمية. نعم هذا بالأكاديمية رحمة الله على روحه، هذا صغير هذا وشوف نادي الكهرباء يعني هو جاء من الكهرباء، هو بدأ بالأكاديمية طبعا هذا يعني هواي لاعبين طبعا استشهدوا من الأكاديمية طبعا هذا فتشي. لكن ما أثناكم هذا الشيء عن عملكم؟ هذا إحنا قاعد هسه تدري شنو يعني إحنا نحفر قاعد بالجبل، نحفر بالصخر إحنا ما عندنا ياس،
احنا كل ما مثل ما يقول فدي مر على بلدنا لا تصير عندنا عزيمه وعندنا اراده طبعا قويه لان هذا فد عمل احنا دايسنا وانا انت استسلمت وانا استسلمت لا بعد ما يكون عمل بس احنا لا دائما عندنا ثقه بنفسنا عندنا اصرار يعني عندنا مثل ما يقول نقدر نواكب وهسه هذا الامر مالنا يعني بي 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 ثمرات انا قاعد تجيني اتصالات من برا يعني قبل حوالي 5 أو 6 أيام جاني اتصال من إسبانيا نعم يعني بالاسم يعني منو كابتن محمد رسل اتصلوا بي نعم كابتن يعني تحدثنا قبل أن ندخل للبرنامج عن هذه الدعوة يعني هناك أكاديميات لأندية عالمية تريد أن تشاهد عن قرب اللاعبين الموهوبين في أكاديمية بغداد لرعاية الموهوبين أو للاعبين الموهوبين كيف يمكن أن تستثمر هذا الموضوع في الأكاديمية أكاديمية بغداد؟ استاذ حسين احنا طبعا حتى بزيارتنا الى فرنسا طبعا هذه الاخيره كانت الأخيرة قبل شهر طبعا احنا طلعنا من 250 طلعنا ثالث في البطوله نعم وطلعونا بظلم يعني لان اكو عندي مثل ما يقول وثائق يعني اكو افلام عندي يعني وتمنيت انا محضره على مود انت كنت تحضر يعني حتى المباراه شبنا احنا عندنا سجلنا هدف بالدقائق 5 والحكم دق جول يعني وكان دربكه بالجول والخط يعني فخسرنا بالجزاءات يعني فودوا علينا طبعا على الاكاديميه يقول احنا كنا مراقبين الاكاديميه شلون مراقبينه يقول من كنتوا تسجلون هدف تقول عاش العراق عاش بغداد الدبكه البغداديه فودوا علينا يقول احنا بالنسبه ان عندنا الاكاديميه هسه بالفرنسا رقم 1 لان انتم الانديه احنا من يعني نحب يعني الاكاديميه تعادل فد الف اسم نادي يعني طبعا ومن هذا المنبر انا طبعا اشكر يعني صديقي وزميلي يونس القطان طبعا اللي انا طبعا جبت بهاي البطوله 4 لاعبين عراقيين من بلجيكا 4 يعني من ضمن يعني هجان ومحمد وعمره او عامر وسجاد وجبنا 2 من السويد عمره وجبنا احمد وجبنا ذاك اسمه خالد من لندن وجبنا محمد ابن يونس طبعا جبناه من النرويج يقال هؤلاء اللاعبين هذه الاسماء ينتظر ان تكون لها مستقبل كبير مع منتخباتنا الوطنيه دول استاذ هو هذا الامر انا كنت اتمنى يعني دول من ضمنهم هسه هم يعني 3 لاعبين سحبوا منتخب الشباب بس اليوم عن اجراءات بس اجراءات على مود الجواز مالهم من ضمنهم محمد احمد وعمره دريد وعامر طبعا طلع 96 يعني اذا اقول لك فد امر طبعا سر يعني فد بوروبا اكو فد يمكن اذا اقول لك فد 10,000 او 100,000 لاعب عراقي يعني من الطراز الاول يعني انا التقيت بهم اذا بالسويد اذا بهولندا يعني ذول طبعا كانوا بالعراق يعني من اللاعبين الموهوبين بس من طلعوا بالاوروبا لعبوا بالانديه الاوروبيه طوروا نفسهم وممكن يلعبون يعني بالمنتخبات بالناشئين وبالشباب وبالاولمبي وهم يمثلون رافد دعم جديد لمنتخباتنا الوطنيه على 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 قادم الايام نعم هم يعني ذول طبعا فت قوه حتى المدرب اللي اجى هسه العراق هذا المدرب الصرح حاجي نعم. يعني كان برقه الاخ يعني تحيات الصديق الكابتن راضي شنيشين يعني كان يعني حسب يعني يقول 50 لاعب عراق يعني بوروبا جايب يعني سيفي مالهم قاعدة يعني بياناتهم نعم سمعا عن قبل أن يعتذر عن المهمة قبل ما يعتذر يعني نعم يعني أسأل بعد كابتن يعني خليني شوية أستفيض في مشاركتكم الأخيرة اللي كانت في فرنسا في هذه البطولة اللي تحصلتوا بها على المركز الثالث كم عدد الفرق المشاركة كانت في هذه البطولة هم طبعا تدري يعني أنا أعتبر رقم 1 بالبطولات السويد بغوته يعني هاي كل سنة يمكن أنا شاركت بها كمرة واحدة نعم هي بطولة للمدارس الكروية تقريبا هاي شكو لاعب هسه بالعالم اللي برز من ميسي روندو شكو لاعب مثل يعني نيمار دول كل اللاعبين هم جو من هاي البطولات نعم ذا بالسويد وذا فرنسا يعني يجون هم صغار نعم يعني هسه احنا باي البطولة التقينا بالجانب الهولندي الالماني الجزائري يعني باي الاكاديميات يعني نعم. بهاي البطوله مال فرنسا نعم كل اللاعبين هم اللي برزوا وصاروا نجوم من هاي البطولات طبعا ذا بالسويد اذا فرنسا احنا بالنسبه للبطوله لفرنسا طبعا هو 250 كان مشارك بالبطوله 250 فريق 250 طبعا مقسم الى اشبال والناشئين والشباب احنا كنا بطوله الناشئين يعني نعم. من 16 الى 17 وطلع طبعا بالمركز الثالث هم توقعوا قالوا الاكاديميه تاخذ المركز الاول يعني خلال الخبراء القاعدين وخلال اللجنه مال البطوله مال فرنسا يعني بس احنا عكسنا في الصوره اول شيء لبلدنا وهو المهم من المشاركه وفتحنا فد افاق مستقبليه للرياضه العراقيه نعم كابتن يعني في كل سنه لكم اكثر من مشاركه على مدار العام تقريبا مشاركتين او 3 حسب ما سمعت
لا احنا شاركنا طبعا هوايش مشاركة شاركنا نعم. بالسويد بالتشيك نعم أنا أسأل في العام الواحد تقريبا مشاركتين نعم. إلى ثلاثة نعم. عندكم نعم. نعم نعم ومن يتولى توجيه الدعوات لكم وكيف يصار إلى العمل بهذه الدعوات؟ تدري أنا يعني أنا بطبعي طبعا حتى من طفولتي أنا صريح رجل صريح يعني وامام الله يعني لأن أول لاعب قلت لك قبل ما يمكن أنا ألتقي بك في البرنامج قلت لك اللاعب هو يعني هو يدفع يعني بطاقته والطارة والسكن لأن إحنا ما عندنا لا ما نكمل لا الوزارة كونكم منظمة مجتمع مدني ولا تملكون من يمولكم وأتمنى حقيقة. أنا أتمنى من الاتحاد من الأولمبية من الحكومة العراقية يعني تدعم دول اللاعبين الأطفال لأن دول ما عندهم يعني من عوائل فقيرة أتمنى يكون هم يعني يقول لك هاي إحنا نعطيك المبلغ وانت مثل مو يعني هم يدفعون الطاره يدفعون المبلغ مال الفندق بدون ما يدفع اللاعب يعني يعني وهذا رعايه للمواهب يعني هذا كله يصب في رعايه المواهب نعم. يعني يمكن هذا فالشيء هذا حمل هو للاعب يمكن هو اللاعب ما عنده انا اعرف لاعبين باع الموبايل مالك وناس يعني لاعبين باع ثلاجات يعني مجرد يشكل بالبطوله يعني بالبطوله وانا بطوله السويد يعني انا دخلت كلاعب من جيل احمد راضي والمرحوم ناطق هاشم نعم. من كنت وياه ماني من عمر كان عمري 15 سنه طلعوا صور وانا دخلت بال 2010 كنت مدرب يعني طلعوا صور مال العراق من بال 80 81 82 83 من كنا صغار يعني فهاي الاسم وهسه هو بالبطولات يعني انت بتجي بالسويد تقول كانما يعني ملعب الشعب يعني العراق الجمهور الرياضي الجاليه العراقيه كل الجاليه من الدنمارك نعم. من النرويج من تضرين يقول يعني يقول ملح البطوله هو العراق بس مع كل اسف صار سنتين الفرق العراقيه ما مشاركه بطولته ما السويد نعم السبب في ذلك كابتن ما اعرف اكو ناس خلف الكواليس خلف الكواليس اللي هي يعني ما قاعد يشارك الفرق العراقية وملح يعني دولة من تضرين أنا اتفقيت بالجالية العراقية يقول لا عدنا عيد ولا عدنا يعني كنا ما من تضرين يعني فالشي يعني حلم بي بالفرق العراقية بنتجي للسويد يعني أنا أسأل كابتن عن أمور أخرى يعني يسأل عنها دائما هذه الأكاديميات من خلال مشوار عملها هل تعاونتم مع أندية معينة يعني هنا على مستوى بغداد أكاديميتكم أكاديمية السلام هنا في الكرخ هل هناك بعض الأندية اعتمدت على مجموعة مواهب من مواهبكم الكروية هل صدرتم يعني بمعنى آخر هل صدرتم من مواهبكم للأندية العراقية أنا حتى بالهاي بزيارتي للفرنسا يعني اتفقنا ويا يعني اكو مدارس وأكاديميات بالتوأمة نعم يعني هسه احنا عندنا يعني إن شاء الله اكو فد مؤتمر راح يصير اكو جمعية عراقية فرنسية نعم يعني هذا الجانب طبعا يعني أول شيء البلدنا يعني حتى بزياده الفرق اللي يعني وكان معايشان ثلاث فرق يمكن صفت 10 فرق من كل المحافظات نعم معايشات المدربين نعم بروتوكولات تعاون بين الاتحاد الفرنسي والاتحاد العراقي نعم يعني امر يعني انا هسه قدمت حتى درع للسفير العراقي يعني وجهت رساله الى الاتحاد الفرنسي يعني حتى يعني انا كنما انا يعني عضو بالاتحاد العراقي لكرة القدم يعني وهذا طبعا انا لان اريد اخدم بلد يعني انا كان هدفي هو بلدي بالنسبه للرياضه يعني فتحنا افاق طبعا مستقبليه وبالنسبه نعم. لمركز سلام نعم. والمراكز المتبقيه نعم احنا بدنا حتى بالانديه كنا يعني انا وبكتا يا استاذ مثل ما يقول اياد بنيان نعم طبعا تحيات الاستاذ اياد بنيان قلت له خلينا نسوي توأمه بين الشرطه وبين الاكاديميه لان قريب على 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 الرصافه وعلى المدينه خلينا نسوي توأمه احنا نعطيكم اللاعبين يعني ما تجيب لاعب مثل ب 200 مليون 300 تجيب لاعب محترف لا قد يكون لاعب ناشئ لا يكلف الكثير ولكنه يقدم افضل حتى من اللاعبين اللي تجلبهم وهذا هو يعني بلد يمكن خلال اربع سنوات خمس سنوات يمكن هو ينضج ويعطي اكثر من غيره من اللاعبين من اللاعب المحترفين يعني كابتن بقيه الأكاديميات في باقي المحافظات هل تصلها دعوات مثل هذه الدعوات اللي انتم تعملون عليها بصفة شخصية كما علمت يعني أم أنها يعني مظلومة إلى حد ما؟ لا أم طبعا تدري يعني هي الدعوات تجي عن طريق مثل ما يقول من الشخص اللي مثلا يعني مو احنا مو نقول محمد رساني مثلا يعني أنا عندي تجربة هي بأوروبا فشوفوا الدعوة مثل دائما يتصلون بنا قلت لهم خلينا نجيب الفرق مثل حتى من المحافظات حتى دا من
من الرماد، من الغربية، من 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 البصرة، من العمارة، من الناصرية، نجيب يعني فت فرق يعني الدعوات. بس أكو فد أمر طبعا بالنسبة للفيز سفارات، أكثر السفارات هي مو ببغداد. نعم. يعني سفارات إحنا أنا طلبنا طبعا دائما أريد السفارة هي يكون ببغداد، لأن تدري هاي روحتنا طبعا تكلف يمكن $20,000 أو $25,000 إلى خارج مثل ما أقول العراق، إذا تكون بتركيا أو بالأردن أو بإيران أو بلبنان تكلف هاي. نعم. أطلب السفارات يعني تكون هي تكون ببغداد على متسيل. من اللي يساعدكم كابتن على هذا الموضوع، موضوع الفيز، أم إنه أيضا جهد شخصي؟ لا هاي كلها جهود شخصية طبعا، هاي كلها علاقات شخصية. هاي علاقات شخصية طبعا. تدري الفريق ما يطلع إذا مو بموافقات من الاتحاد وأولمبية وزارة خارجية، ما يطلع يعني. نعم. يعني عوائل اللاعبين الذين يبتعثون معكم للبطولات كيف يتعاملون مع الموضوع؟ يعني وهم يحملونكم مسؤولية أبنائهم الذين يعني يذهبون معكم للبطولات؟ طبعا هو هذا يعني انت من تاخذه هو يعتبر ابنك، يعني ابنك ومنتاخذه يعني انا اعتبرهم دائما انتم اولادي. وحتى اكو تعهدات طبعا، احنا اللاعب من يريد يعني يرجع يعني ما يريده طبعا يطلع. لان اللاعب تعهدات، احنا طبعا بهاي طلعاتنا بصمنا بصمة الأب وبصمة الأم وتواقيع 4 شواهد وخلينا محامي مال أكاديمية. يعني اللاعب إذا ما يرجع 50 مليون، لأن تدري هاي طبعا إحنا هسه يقولون والله أقول أكاديمية شردوا 3 أو 4، لا بس هذا الأمر خطأ. هم اللي رجعوا ذول اللاعبين اللي جوا من بلجيكا العراقيين أو 2 من السويد، يعني بالعكس الوفد كل الوفود هي رجعت إلى بغداد. هذا أمر طبعا إحنا هم كنا نعاني من يم، يعني إلا مثل ما قلت تعهدات خطية بالنسبة للاعبين من قبل الآباء. نعم كابتن، هل فكرتم بالمشاركة ببطولات على مستوى القارة الآسيوية يعني تخص المواهب الكروية؟ لو بس فقط يعني انتم في اوروبا عملكم يعني محصور في البطولات اللي تكون في اوروبا. لا انا اي دعوه يعني ومن هذا المنبر مالتكم من قناه الرشيد، يعني اي دعوه من اي دوله يمكن بابعد دوله بالعالم، احنا يعني مثل ما اقول يعني حاضرين. اذا مثل يعني مو بس باوروبا، اذا حتى من امريكا، اذا من كندا، اذا من استراليا، اذا من البرتغال. يعني طبعا هذا توجيهي ورساله الى كل المغتربين او اللاجئين العراقيين في كل دول العالم. يعني يمكن هاي الاكاديميه يعني باب مفتوح، اي دوله احنا نوصلها بس تكون السفاره ببغداد وتسهيل امر بالسفارات على مود احنا وين اي مكان احنا نوصله. اي مكان نوصله اول شيء رفعت العلم العراقي وسمعه الرياضه العراقيه. وهذا طبعا فد جزء، لان انا اشوف هناك بنطلع يعني فشي طبعا ما يمكن ما يوصف يعني بالنسبه لاسمه الجاليه العراقيه. الجاليه العراقيه كابتن يعني تحدثت قبل قليل عنها، كيف تستقبلكم وكيف تتعامل معكم وانتم تصلون الى هناك الى هذه البطولات؟ انا هسه بهاي المره ما التقينا، لان دائما نلتقي بالمانيا بالسويد بالتشيك بالدنمارك، يعني هواي التقينا بالجاليات العراقيه، يعني هواي كنا ما انت بين بلدك وبين اهلك. بس هالمره يعني ما اقول ان هالمره بالمره الثانيه لا اريد يعني حضور الجاليه العراقيه، يعني حتى عندنا فد تخطيط على وجود الجاليه العراقيه بهاي البطوله. يعني يمكن اعلامهم قبل فتره من اقامه هذه البطولات حتى يتسنى لهم القدوم لاجل متابعه. نعم احنا هذا الامر يعني راح ان شاء الله امور عندنا دراسه به، وخلال حتى كل الفضائيات يمكن من ضمنها ان شاء الله رشيد والرياضيه ان شاء الله والحره، اكو فد 6 قنوات ان شاء الله راح تطلع بهاي السنة الجاية طبعا بالنسبة لهاي التغطية مال هي البطولة مال فرنسا. نعم كابتن، يعني يسأل كثير عن هذه البطولات بعد أن تنهون المشاركة في هذه البطولة، كيف يعني تقيمون مشاركاتكم، الدروس المستخلصة من هذه المشاركة؟ أنتم ككادر تدريبي هل تجلسون مع بعضكم البعض وتؤشرون النقاط الإيجابية والسلبية من كل مشاركة تشاركوها في هذه البطولات؟ نعم احنا حتى بالبطولة حتى داخل ممكن أوروبا يعني نعم. نجتمع من اللاعبين يعني نسجل نقاط طبعا بين السلبي وبين الإيجابي. نعم يعني حتى اللاعبين مثلا من ايش قد عنده دار من يسجل هدف التشكيله، يعني نسوي مثل ما قال قاعده بيانات. يعني وين رجعنا راح نجلس طبعا يعني ممكن كادر تدريبي وعندنا مثل ما اقول هي اداريه. نعم. يعني شنو اللي صار خلال هاي شنو سلبيات البطوله شنو يعني. نعم. ايجابياته طبعا. وتدري انت الموضوع السلبي يعني يعالج سلبي ايجابي. يعني هاي خصوصا هاي البطوله يعني بيها يعني سلبيات طبعا يعني راح تطلع بها ايجابيات على مود السنه يعني المقبله ان شاء الله راح تطلع. يعني هي سنه عن سنه يعني تقلعتكم السلبيات وتزيد الايجابيات. نعم هذا طبعا ضمن البطولات ضمن الدراسات يعني هذا. نعم كابتن، اسال ايضا عن التجهيزات اللي ترتدوها
يرتديها الموهوبين في مدرستكم وفي باقي المدارس عند المشاركات الخارجية، هل هي نفس التجهيزات اللي ترتديها منتخباتنا الوطنية أم يعني الأمر مخالف، ومن أين تحصلون على هذه التجهيزات؟ هذا أيضا موضوع مهم جدا. لا احنا طبعا دائما يعني مرات كنا يعني ناخذ التجهيزات من اللجنة الأولمبية، يعني نعم يعطوني تجهيزات اللجنة الأولمبية، يعني هالمرة ما عندهم طبعا تجهيزات، بس احنا رحنا جبنا تجهيزات، احنا اشترينا على حسابنا الخاص بالنسبه يعني بحافظ القاضي، ناخذ الدرازات مال طط مال بيك هي واكدنا على العلم العراقي. يعني احنا تدري قد اخذنا على اعلام عراقيه، ايش قد وزعناها مثل اللي اكو هناك كم عراقي، ايش قد وزعناها للبطوله يعني العلام العراقيه، ايش قد احنا بالمطار من تمشي هذول العراق عراق، ايش قد انت من مثل بالمطار خارج المطار باللعبات، يعني احنا حتى من نسوي حما نعلق العلم العراقي والصور العراقيه يعني بال يعني واحده من مهماتكم ان تنقل صوره جميله عن العراق. نعم يعني جبنا حتى اكو جاليات من غير دول اجوا للفرق شاركوا للفريق العراقي. يعني خص هذا وزعناها بالاعلام العراقيه والعلم العراقي كان يعني بجانبنا، يعني فت صوره يعني بذاك اللحظه، حتى اجى واحد دز السفير العراقي يعني بالبطوله وفزنا بها، فزنا 1-0، يعني عكس فت شيء، قال هذا منتخب انت يعني منتخب عراق، هذا مو يعني الاكاديمي، يعني مثل منتخب العراق يعني. فالعلم الاعلام العراقيه والعلم بالدرس يعني طبعا فشيء كلش كبير، يعني لاعب يحس نعم. يعني هذا مسؤوليته كبيره، مسؤوليته كلاعب يعني مثل بلده. نعم كابتن، غير بطولات جوتا وفرنسا والبطولات اللي اشتركتوا بها بالمانيا، تخططون للسنه القادمه لي يعني عدد معين من البطولات، ام انكم تلبون اي دعوه تاتيكم؟ لا احنا طبعا تدري من تجينا دعوه، مو يعني انا مرات ذاك يوم جاني يعني اتصال مثل معسكر ما تفيدنا، احنا نريد نشارك ببطولات زياده، مثلا احنا بتبدا المدارس تختلف لان الطلاب يدامون المدارس. نعم احنا ما نريد ناثر على المدارس. احنا دائما مشاركاتنا لان هذا واحد من اهدافكم ان يكون المدرسه تربويه رياضيه. تربوي يعني احنا اهم شيء ناكد على المدرسه. نعم يعني نجي بالهاي مال العطله مال نص السنه، ونجي بالعطله مال اخير السنه يعني. نعم ودائما احنا نشارك مال اخير السنه يعني مرات على اعتبار اكو 3 أشهر تقريبا. 3 أشهر وتعيقنا مرات اكو يعني لاعبين مثل بالسادس، يعني مثل هذول ما يقدروا يشاركون بالبطوله، عندنا لاعبين حوالي 8 لاعبين 9 لاعبين ما شاركوا بهاي البطوله لان هم بالسادس يعني. فاحنا دائما ناكد على الجانب الدراسي والجانب الرياضي، هذا شيء مثل يعني مو اهم من الجانب الدراسي. نعم كابتن محمد، اسال عن الكثير من المدارس التي سمعنا عنها انطلقت في بغداد وفي المحافظات، البعض منها لا يزال يعمل، لكن الكثير منها يعني خفت بريقه وانتهى واضمحل، لم يعد له وجود، ما السبب في ذلك برايك؟ طبعا استاذ حسين، هو انت وكل الشارع يعرفه، انا اقول عصب الحياه هو المال. نعم بكل شيء يعني. يمكن المال هو موجود انت تبدع. نعم ما عندك مال ما تبدع. هسه احنا المتحدث ما عندنا مال بس نبدع. لان عندنا ثقه اول شيء بنفسنا، وعندنا ثقه يعني برب العالمين وثقه بنفسنا. نعم هواي المدارس كرويه ومراكز خاصيه يعني سووا بس انتهت، ليش؟ ما قاعد يعني الاجواء ساعدهم، جاني مثل يريد له دريزات، يريد له طوبات، يريد له مثل ابسط شيء مي 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 يعني مي، يريد له مثل ما اقول تغذيه، فهاي ما تكون موجوده عنده، فشي سوى هذا بعد ما يعني ينتظر فاخر شيء بعد ما يقدر يقاوم، يعني يقاوم يفلش المدرسه، فلش هاي المدرسه، فلش المواهب، فلش المواهب. نعم. بس احنا اكو مثل هي الدوله يعني ترعى ضمن مثل هذا المخطط يعني مدارس كرويه او اكاديميات. نعم. يعني مستقبليه، لا ما هذا لان هذا مثل ما يقول يصير في الجدار يعني محصن هذا، بس ما قاعد احنا عندنا بالتخطيط الصحيح. نعم. زين كابتن، اسال عن سؤال يعني موضوع اخر، هل التجأتم الى يعني مناشده لجنه الشباب والرياضه في البرلمان العراقي، وزاره شباب الرياضه، تحدثت عن تعاونكم على اللجنه الاولمبيه التي تساهم باعطائكم التجهيزات الرياضيه في مشاركاتكم، لكن هذا بحد ذاته ليس كافيا، يعني باب وزارة الشباب والرياضة هل طرقتموه أكثر من مرة؟ هل حاولتم الاتصال بلجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي من أجل طرح موضوعكم كأكاديميات تمثل العراق في المحافل الدولية؟ طبعا هو يعني هو الأمر يعني معروف ومشخص، يعني بالعالم من تريد أنت عندك مثل ما أقول مشروع وتقدمه أنت، هي الحكومة تساعدك. نعم أنت مشروعك تقدمه. احنا عكس الشيء،
انا من المتحدث انا ابن وزاره الشباب، يمكن انا راتبي 300 بس بالشهر يمكن اصرف 3 ملايين ما عايش على 300 بس اول ما حربتني وزاره الشباب يعني انا ايش قد اكو امر استطلعت على وزاره. النقطه الثانيه يمكن الاتحاد العراقي لا ساعدني بهواي يعني امور الاتحاد العراقي. احنا حقيقه كابتن من هنا نوجه يعني رسالة إلى الأخ العزيز وزير شباب الرياضة السيد عبد الحسين عطان، يعني أتمنى أن يلتفت يعني السيد الوزير لهذه الأكاديميات التي ترعى المواهب الكروية لأنها تخدم وتسهم في خدمة الرياضة العراقية ومنتخباتنا الوطنية بمختلف فئاتها العمرية أولا وأخيرا، وإن شاء الله ستكون هناك أذن صاغية لوزير شباب الرياضة السيد عبد الحسين عطان. نعم كابتن محمد. يعني احنا نفوسنا 4 ملايين وكابتن عاد حمودي يعني اكو مدرسة يسوي أكاديمية يمكن ربع من عدة تجي يضمها إلى رواتب ولا مبالغ ولا كذا، وإحنا صارنا 2003 ما يضمها إلى أكاديمية. يعني عفوا أنت الشخص مثل كابتن حسين أو محمد حسين، هذا الأطفال يعني يعتبرون هم أولاده يعني هم ثروة البلد. أنت ليش تضمها إلى أكاديمية وتعطيهم رواتب وصار سنين من 2003 وهاي الأكاديمية هاملها؟ اللي يعمل بالرياضة هذا رئيس اتحاد، رئيس الأولمبية، وزير شباب الرياضة، ما يعمل الشخص ولا يعمل يعني يعمل للجميع، لأن هاي هي تصب المن خدمة الرياضة وخدمة بلده. نعم خدمة البلد اسم البلد أولا. نعم. وأخيرا نعم هو الهدف من هذا الموضوع كله. يعني أنا أسأل الأستاذ محمد يعني أسئلة كثيرة حقيقة تدور في ذهني عن عملكم، عن ديمومة العمل، تنقلات هؤلاء الرياضيين حقيقة، هذا واحد من الأمور اللي شغلتني وأنا أتحدث معك، يعني قفز هذا السؤال إلى ذهني، كيف يمكن يعني عملية تنقل المواهب هؤلاء اللاعبين الموهوبين إلى المدرسة؟ يعني لما تحدثت لي عن توسع الرقعة الجغرافية اللي أنتوا يعني يجيكم منها اللاعبين، المدرسة على ما أعتقد في منطقة البلديات يمكن؟ لا بالحبيبية. بالحبيبية. شارع المعارض. في شارع المعارض. نعم. نعم يعني قلت لي إن البعض من منطقة حي البنوك، من حي أور. من القاهرة. من القاهرة. من شارع فلسطين. من شارع فلسطين. نعم. يعني هناك حوالي 3-4 كيلوات مسافة بين نعم. مكان المدرسة. ويتوجه للأكاديمية. نعم وهذه ومكان نعم. الأكاديمية. كيف يتنقلون؟ يعني طبعًا أنت رجعتني من قبل 6 سنوات طبعًا من هذا المنبر أبو أشكر صديق وأخي طبعًا. استاذ فالح حسون دراجي. نعم. طبعا هذا الرجل بامريكا. نعم. والكابتن حسام حسن. نعم. مقدم مال نوجه لهم التحيه. لا تحيات طبعا صديقي حسام واستاذ فالح، طبعا دول شافوا تقرير كان الملعب يعني زباله ومقلع وناشدت، قلت لهم هذا اللاعب قاعد يجي حتى ربع ديار ما عنده كرو ما عنده. فمناشدته هو رجل اجوا لبغداد والتقوا بالوزير. قال لي سيارة هاي الأكاديمية وهاي المدينة تستحق وإحنا أولاد المدينة. فاتصلوا بيه وطلعوا منشئة، يعني قام تجيب اللاعب من قطاع 39 49 من 38 من 72. نعم. طفل ما عنده يملك ربع دينار وتجيب السيارة حتى يحس بقيمة لنفسه. نعم. حتى قام يبدأ. ورا فترة اشتغلوا على السيارة ورجعوها وديش السيارة من ضمن 100 سيارة هي موجودة بالتراب ماكل التراب. واخذوا السيارة من هذا الطفل لأن هو هذا ابن العراق ابن الرياضة هذا الموهوب، واخذوا السيارة من يمه. يعني انت ليش تعادي يعوف محمد رسان يعني شخص يعني انت بس ذول الاطفال ذول هو ابنك اعتبره ابنك يعني واخذوا السيارة. وهو استاذ فالح طبعا وكان بيه استاذ حامد حنون طبعا كان مدير اشكره طبعا على موقفه اللي خدمنا به طبعا هو هذا، والسيارة ذيك رجعوها. ومع ذلك لا زال يعني الرياضيون الموهوبون يتقاطرون على الأكاديمية ويحضرون التدريبات ويجون مشي سيرا على الأقدام. يجون مشي. وصلني من أحد الأخوة قال لي أعرف يعني البعض منهم يمشي ما يقارب الساعة وأكثر من ساعة. نعم. في هذا الحر. نعم. ما عنده ربع دينار. هذا ما الحر عدل. القائض حقيقة. ما عنده ربع دينار. ما عنده لا يملك. نعم. في جيبه. نعم. فلسا واحدة. نعم. ومع ذلك يصر على المجيء لكي يتدرب في هذه الأكاديمية. نعم أنا ذاك اليوم واحد بالبوربا قال لي انت بدايتك وين هسه يعني لاعب مشهور يعني نجم هسه راح يصير. قال لي بدايتي بالاكاديميه. نعم يعني استاذ محمد رسن وانا اتحدث معك ينضم الي عبر الهاتف الاعلامي والصحفي الزميل العزيز مناضل الساعدي احد الاخوه المسؤولين عن لجنه تدقيق الاعمار في اتحاد كره القدم العراقي. تحيه لك زميلي العزيز مناضل الساعدي، نتحدث عن الموهبة الكروية والمدارس الكروية التي تعمل والأكاديميات التي تعمل بصمت بعيدا عن آفة التزوير التي أكلت ما أكلت من الرياضة العراقية. بداية بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ حسين، تحية لك ولضيفك الكريم الكابتن
محمد رسن. حياك الله. ولا بد أن نشير إلى أن التزوير آفة أخذت تستشري في مفاصل الكرة العراقية والتي لم يوضع حد لها لحد الآن ولم يوضع لها حل من قبل اتحاد الكرة والقائمين على الكرة العراقية أستاذ حسين. كثير هي الحلول التي يمكن من خلالها معالجة هذه الآفة. ولكن مع كل الأسف أننا لا نجد أن الناس المعنيين في اتحاد الكرة على هذا الملف وعلى هذا الموضوع جادين في القضاء على هذه الحالة. هنالك العديد من المدارس الكروية التي تعمل بصمت وبخفاء من أجل إعداد الطاقات وتأهيلها لتكون الركيزة الأساسية لاتحاد الركيزة الأساسية لكرة القدم العراقية. نعم أنا هنا أستاذ يعني أخ مناضل هنا أسأل، يعني هذه الأكاديميات والمدارس تعمل بصمت وتنتج مواهب كروية على مدار العام، ولكن رغم ذلك يعني ثمار عملها يقطفها يعني بالعراقي على الجاهز ما بين أندية ومنتخبات وتسجل وتجير باسمها، وتترك هذه المدارس دون اهتمام على الرغم من عملها الصحيح اللي لا يعتمد على التزوير نهائيا كما يحصل مع بقية الفرق. بالتأكيد أستاذ حسين، هنالك الكثير من الطاقات الشابة والواعدة اللي لاحظناها في هذه المدارس الكروية، ولكن مع كل الأسف الكثير من هذه الطاقات أيضا تقتل ولا يسمح لها أو تعطى الفرصة لتظهر على الساحة الرياضية والكروية بسبب آفة التزوير. أنت نوهت أنه أنا عضو في هذه اللجنة، لكن أود أن أوضح لك وللجماهير الرياضية ولضيفك الكريم أنني لم أعمل بهذه اللجنة إطلاقا، لأننا لم نمنح الفرصة الحقيقية، وبالتالي يجب أن لا نكون فقط أن نعمل كإعلام و لتقديم المبررات لاتحاد الكرة بأن هنالك لجنة. هذه اللجنة لا تقوم بواجبها بالشكل الصحيح، لهذا آلينا وارتعينا على أنفسنا أن نبتعد عن العمل في هذه اللجنة. نعم، الإعلامي والصحفي الزميل العزيز مناضل الساعدي، شكرا جزيلا لك كابتن محمد. يعني الأخ العزيز مناضل الساعدي أشاد بعملكم، قال أنتم تنتجون الموهبة وغيركم يصادر الجهد ويجير باسم الغير، يعني كما تحدثنا معه، يتمنى لكم كل التوفيق في عملكم في الأكاديمية وباقي الأكاديميات التي تعمل بصمت. كلمة أخيرة كابتن محمد، البرنامج يعني شارف على الانتهاء. الله يخليك، طبعا أشكر طبعا الأخ المناضل الساعدة طبعا حياك الله على الكلمات طبعا، وأكو حرقة طبعا بداخله هو. نعم، يعني يقول لك أكو ناس اشتغلت طبعا بالأكاديميات وبالمدارس بس هم خلف الكواليس، يمكن هو ضمن اللجنة طبعا كان بالاتحاد. نعم، بس ابتعد هو طبعا، هو أعرف كان عدة أسباب. نعم، طبعا من خلال هذا اللقاء طبعا أشكر قناة الرشيد وأشكر مقدم البرنامج طبعا حضرتك، حياك الله، طبعا انت منوره جدا بتابعك بكل اللقاءات، واتمنى من الباري ان يعني طبعا يحفظ الشعب العراقي ويحفظ الرياضه العراقيه. نعم، ويحفظ طبعا الجيش العراقي والحشد الشعبي طبعا، والشفاء العاجل الى طبعا اللي جرحى، وندعم من الله ان يطي صبر سلوان الى شهدانا الابرار الذين قاتلوا في الجبهات طبعا، وهذا يعني كل احنا طبعا مع قلوبنا مع الجيش العراقي والحشد الشعبي طبعا. بالمره الثانيه طبعا اشكرك على هذا اللقاء، حياك الله كابتن، ونحن نتمنى لكم ولاكاديميتكم التقدم ولكل الاكاديميات التي تعمل حقيقه مشاهدي الكرام بصمت بعيدا عن ضجيج الاعلام، وهي تنتج مواهب كرويه تسهم في رفع اسم العراق عاليا. ختاما شكرا لكم مشاهدي الكرام، والقاكم في حلقه مقبله، الى ذلك الوقت الى اللقاء.